رجعنا لحضراتكم مرة تانية على هواي مباشرة، ودايما بنبتدي معاكم فقرة الصحافة. منورنا في استوديو استاذ طارق السعيد، مدير تحرير جريدة الكرامة. صباح الخير يا فندم. صباح ازي الخير، اهلا حضرتك؟ وسهلا. هستاذن حضرتك بس قبل ما نقول الاخبار نروح لتقرير، نشوف اهم خبر لفت نظر المصريين ونرجع مرة تانية نعلق عليه. اتفضلوا. لسه طيب حابب احضروا التقرير، فخلينا شغالين. نشوف جريدة المصري اليوم الصفحة الأولى: الإخوان تحسم مرشح الرئاسة خلال أسبوعين وانقسام سلفي حول أبو إسماعيل. الحقيقة التيار الإسلامي السياسي في مصر يمر بأزمة شديدة جدا في فكرة اختيار المرشح، أعني بذلك حزبي النور وحزبي الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين. هناك فرق واختلاف في الاختيار والاتجاه ما بين قيادات الجماعة والحزب، وأقصد هنا حزب الحرية والعدالة، واختيار أو ما يريده قيادات الحزب. أنا عايز قبل ما أتكلم في الموضوع ده، لأن احنا عندنا مرشح إسلامي ده لم يذكر في الجرائد، تعرض لاعتداء امبارح. الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح تعرض لاعتداء امبارح بالليل حوالي الساعة 11 ونص 12، فين يا فندم؟ كان جاي في الطريق من منوف، كان عنده مؤتمر هناك، وفي الطريق خرج قفلت عليه عربية ميتسوبيشي وضربته وضربت السواق بتاعه. طبعا طلعوا عليه بالرشاشات، 3 رشاشات ضربوه، والدكتور عبد المنعم دلوقتي يعني ربنا يديله الصحة ويعافيه، يرقد في أحد مستشفيات التجمع الخامس ومصاب بارتجاج في المخ. يا فندم ده يعني خبر خبر ما مؤسف لحقتهوش جدا. الجرايد، ما لحقتهوش الجرايد. طب بس في اي تفاصيل؟ هل هو كويس وغير هو حالته الصحية مستقرة بس هو في العناية المركزة تحت الملاحظة. ده على ذكر المرشحين الإسلاميين. أرجع تاني لموضوعنا الرئيسي، قال جماعة الإخوان المسلمين في مأزق، شبابها يرى أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح هو المرشح الأنسب لهذه المرحلة. دكتور عبد المنعم كان قيادة كبيرة في جماعة الإخوان المسلمين، ده صحيح. ويحظى بشعبية لدى قيادات لدى شباب الجماعة، عكس قيادات الجماعة اللي هي بتقول إنه لن نرشح أو لن نقف بجانب مرشح إسلامي في هذه الدورة. عملوا أكثر من استفتاء على أكثر من اسم تجنبا لانشقاق متوقع داخل صفوف الجماعة. كان منهم عمرو موسى، رفض شباب الجماعة، كان منهم العوا ورفض شباب الجماعة، فهم في مأزق حقيقي، نفس المأزق اللي بيمر بيه السلفيين. السلفيين أو التيار السلفي. شباب حزب النور والأصالة يريدون الوقوف أو دعم المرشح السلفي دكتور حازم صلاح أبو إسماعيل، وقيادات الجماعة أو قيادات التيار السلفي على رأسهم قيادات حزب النور ترفض هذا الاختيار. فالكلام دلوقتي حوالين كيف نحسم السباق أو كيف الرئاسي. نتجنب الانقسام الذي يمكن أن يحدث حوالين المرشحين الإسلاميين، وكلاهما في مأزق، وأقصد بذلك حزبي الحرية العدالة الحزب وحزب السلفي. النور، وكلاهما يبحث عن مرشح يختار ويكون قريب من الجماعة من التيار الإسلامي وليس محسوبا عليه. في طبعا لجان اتشكلت، في مستشار طارق البشري والدكتور محمد عمارة، كان الدكتور القرضاوي قبل كده وضع جماعة الإخوان المسلمين في مأزق عندما طالب بوقوف الجماعة إلى جوار الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح باعتباره الأصلح. الجماعة تنظر إلى الدكتور عبد المنعم على اعتباره شخص خارج عن قرارها التنظيمي، ودي مسألة بالنسبة للإخوان ليست صغيرة، مسألة كبيرة جدا، طبعا. وترى أن عبد المنعم أبو الفتوح يخطط، وهذا حقيقي، يعني مسألة الرئاسة مش مضمونة، أنه يكسب مش مضمون، لكنه يخطط للخروج بمشروع إسلامي كبير يمكن أن ينافس جماعة الإخوان المسلمين في المستقبل، وهذا ما يقلق الجماعة وما يجعلها ستكون أكثر عنفا في مواجهة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. أتمنى يا فندم، بس أهم حاجة يعني مصلحة مصر هي اللي تغلب على كل ده، يعني ده أهم حاجة، هو يعني هو مش المصالح الشخصية وال مش الجميع عارف. ينظر إلى مصلحة مصر من ثقب إبرة، أي بالظبط. أن مصلحتي هي تساوي مصلحة مصر. الآن ودي مسألة يعني يؤسف لها جدا طبعا يعني. طبعا. طيب احنا جاهزين نشوف تقرير أهم خبر لفت نظر المصريين في خلال الأسبوع ده، ونرجع نكمل حوارنا مرة تانية. اتفضل.
اكتر خبر لفت نظري اللي هو مجلس الشعب يحيل الزاد الاليمي للتحقيق معاه في اهانته المشير والشيخ محمد حسان. تاجيل محاكمه الرئيس لغايه 2 يونيو. اكتر خبر لفت نظري الاسبوع اللي فات تاجيل محاكمه مبارك ل 2 يونيو. اكتر خبر لفت نظري وقت الفتنه الطائفيه. هو اكتر خبر لفت نظري الاسبوع ده تاجيل حكم مبارك ل 2 يونيو. اكتر خبر لفت نظري اللي هو اهانه زياد العليمي للمشير طنطا ومحمد حسان. اهم خبر لفت انتباهي في الاسبوع النهارده هو تاجيل قضيه مبارك الى 2 يونيو. تاجيل قضيه مبارك ل 2 يونيو يعني حضرتك يعني انا كنت متوقع ان هو يعني هينجز في المحاكمات وكده على الاقل اخرها مثلا لمارس لفبراير، بس ما اعرفش ليه حضرتك واخرها ل 2 يونيو. يعني انخفاض مؤشرات البورصه يمكن التأثير كان واضح جدا بالنسبة لآخر خبر برضو سمعناه من تأجيل المحاكمة بتاعت مبارك، عشان ده بيأثر أثار اقتصادية بالنسبة طبعا للنظرة العالمية، عشان تأجيل المحاكمة بيخلي فيه مماطلة شوية بيأثر على الفكر الاقتصادي بتاعنا. افتتاح مترو الأنفاق من العباسية للعتبة. تأجيل محاكمة مبارك لـ2 يونيو. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ومكملين مع أستاذ طارق، ونيجي لتاني خبر من الأهرام. جهود مصرية مكثفة لإنجاح المصالحة الفلسطينية. تفاصيل الخبر يا فندم. هو يبدو أن المصالحة الفلسطينية للأسف ستتأجل قليلا. ليه يا فندم؟ بمعنى شوفي فرق كبير بين مشروع مقاوم ومشروع متصالح مع عدو. يعني صعب جدا التوفيق بينهم. حماس وفصائل المقاومة تمثل مشروع مقاومة حقيقي، وفتح دخلت في اتفاقات مع العدو أو الكيان الصهيوني منذ فترة. ده يجعل التقارب بينهما أمر من وجهة نظري في غاية الصعوبة. ده الإطار العام اللي ممكن يفشل أي اتفاق. أما التفاصيل أنه حماس وضعت شروطا جديدة لكي يشكل أبو مازن الحكومة الفلسطينية، حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية. يمكن مش مذكور هنا في الجرائد، بس أنا عايز أقولك أن هم طلبوا أن يكون من بينهم نائب رئيس الوزراء، وأن يشكلوا 51% من الحكومة الفلسطينية، وأن تستكمل باقي 49% من باقي الفصائل. بس أنا كمان يمكن قريت يا فندم في خبر كمان أن أحد أعضاء حماس موجود في مصر وفعلا قابل سعد الكتتني، سعد الكتتني صح، ومفروض أنه اتكلموا عن التصريحات اللي قالها الوزير السابق العدلي عن وجود حماس في الثورة، وده يعني يمكن نفوه تماما. هو اللي قابل الدكتور سعد الكتتني اسماعيل هنيه ابو العبد، ده صحيح، رئيس الوزراء الشرعي المنتخب للحكومه الفلسطينيه. هناك وفد كبير من قيادات حماس على راسه ابو الوليد مهندس خالد مشعل، ويعني وفد كبير لاتمام فكره المصالحه الفلسطينيه. انا عايز ارجع هنا انه الحقيقة يعني وزير الداخلية المتهم بقتل الثوار ما زال يغني نفس اللحن المكرر بالظبط، اللي هو بقى يحط ايه حماس جنب حزب الله جنب إيران. ناقص مثلا يقول لنا انه كوستاريكا كانت موجودة في الثورة، ومش عارف موزمبيق. ده لحن قديم ومكرر، وهو يعني انتهى. بس هو ما عندوش لحن تاني يغنيه، ما عندوش حاجة تانية ولا أسباب أخرى يقول إن هي دي الأسباب اللي ورا. طبعا هو متهم ومدان، وإنه فكرة إنه قاعد يدافع ساعتين عن نفسه دي كانت فكرة يعني مضحكة جدا، وإن الرئيس المخلوع يقول بيت شعر أعتقد إنه قاعد طول الليل يحفظ فيه قبل ما يقوله، وما أعتقدش أصلا إنه هو يقدر يقوله. ده اتقال على لسان محامي فريد الديب، بتشعر شهير يعني. ده كلام كله كلام فارغ، أغاني كلام أغاني فارغ وألحان مكررة وبايخة يعني. خلينا نروح لجريدة الأهرام والصفحة الأولى. صندوق النقد يبدي استعداده لدعم الاقتصاد المصري ويحذر من تدهوره. صندوق النقد والبنك الدولي في عند مساعدة اقتصاد أي دولة هو شر مطلق، وبيضعوا من الشروط ما يؤدي. إذا كانوا حيدينا فلوس فهتبقى الأثار السلبية لهذه الفلوس على الاقتصاد المصري
أكبر بكثير من الأموال التي يمكن أن يمنحوها لنا. صندوق النقد والبنك الدولي هم اللي وضعوا رشدة الخصخصة في مصر وأدى إلى بيع ثروة مصر من القطاع العام من قبل. اللي احنا بنعاني منه دلوقتي. اللي احنا بنعاني منه دلوقتي واللي خلت مصانع كتير جدا تقفل. يا إما تقفل أو تبقى خراب وهي شغالة أو تتباع لأجانب بأسعار ويقفلوها بخسة. وأنا مش عايز أدي أمثلة يعني ممكن تعمل حالة من الاكتئاب عند المشاهدين الصبح لما نبيع 20 فدان على النيل. كان شركة المراجل البخارية 20 فدان على النيل بما عليهم من مباني وآلات والآخره ب 13 مليون جنيه. ثم نكتشف أن حصيلة بيع القطاع العام في البنوك صفر. الفلوس اللي اتباع بها القطاع العام ما هيش موجودة. في هنا شقين، أنه الروشتة التي يضعها صندوق النقد أو البنك الدولي لعلاج أي اقتصاد، هما في الآخر عايزين مصر تبقى تتبع ما يسمى بالدائرة الرأسمالية، تتأثر بها وتبقى مجرد سوق مفتوح للدول الرأسمالية. مصر إذا أرادت أن تنجح لابد أن تنهج أو الثورة، حكومة الثورة أو مجلس شعب الثورة أو الرئيس القادم بعد الثورة إذا أراد أن ينجح لابد أن ينهج نهجا مختلفا فيما يخص الاقتصاد. ده ناهيك عن النهج المختلف في إدارة السياسة وشؤون البلاد. الدرس المستفاد أنه خلال 30 سنة من حكم مبارك والقروض التي جاءت بعشرات المليارات من الدولارات لم تزد الاقتصاد المصري إلا سوءا، لأن هي في النهاية اتبعت الروشتة اللي وضعتها هذه الجهات المانحة أو التي أقرضت مصر هذه الأموال. فده دي مسألة ترجعنا إلى الخلف ولا يعني تفيدنا بأي حال من الأحوال. ويعني مطلوب من حكومة الجنزوري، هو رجل معروف إن هو فاهم في الاقتصاد في هذه الفترة الانتقالية، أن يبحث على أن يبحث عن حلول أخرى وألا يحمل الاقتصاد المصري وألا يحمل رئيس الحكومة القادم والرئيس القادم تبعات ما يمكن أن يحدث الآن. طبعا خلينا نروح لجريدة الشروق، ده يمكن اتكلمنا فيه بس ناخد تفاصيله أكتر من حضرتك أكيد. إسماعيل هنية يرد على العدلي، 25 يناير ثورة مصرية خالصة وحماس لم تشارك فيها. إهانة، إهانة بالغة للشعب المصري العظيم أن يتحدث وزير داخلية سفاح قاتل عن أنه حركة مقاومة مهما كبرت ومهما على شأنها ومهما كان احترامنا لها وهو شديد جدا أن تتدخل في شؤون دولة كبيرة مثل مصر. طبعا ده يعني أراد العدل أن يدافع عن نفسه فزاد الطين بلة. هذا السفاح القاتل هو المسؤول عن قتل المصريين وهو المسؤول عن تعذيب الألاف في السجون. أنا كنت بنزل مظاهرات قبل 25 يناير ونزلت يوم 25 يناير وكنت أرى كيفية التعامل مع المتظاهرين. يعني إذا كان يعني ذات حجم المظاهرة شوية كنا بنتعرض للضرب الشديد جدا، ده قبل حتى 25 يناير، وكان في ناس بتخطف وناس بيقبض عليها وناس تقاد إلى السجون وناس تعتقل لفترات طويلة. فما يجيش العدلي يحاول يبيض صفحته ويقعد يترافع ساعتين ويقول كلام تافه يشبهه تماما ويشبه أفعاله. هو مسؤول عن قتل المصريين، عليه أن يكون رجلا ويدافع عن قراراته التي اتخذها لا أن يهرب منها هو رئيس المخلوع المتمارد الذي يجب أن ينقل بهذه المناسبة إلى سجن ترى كأي سفاح قاتل. شكرا يا فندم. من جريدة المصري يوم الصفحة الأولى، الخارجية الأمريكية المعونة ليست حسنة ولن نتدخل في قضية التمويل الأجنبي. طبعا هم قالوا الحقيقة اللي احنا كنا بنقولها من زمان، وكانت الحكومات المتعاقبة في عهد الرئيس المخلوع انه المعونة دي، طبعا المعونة ليست حسنة ومعظمها يذهب الى مستشارين، 36 ألف مستشار امريكي دخلوا مصر استفادوا اخذوا تلتين المعونة، و بتفتح آلاف من فرص العمل. ناهيك إن هي بتفتح باب واسع للنفوذ الأمريكي في مصر. طبعا مش حسنة لما أدي حد فلوس، مفيش حاجة اسمها حسنة ونسيدك. أنا هديك حاجة في مقابل حاجة أو في مقابل إنك تسكت عن حاجة. مصر اتجهت طبعا نتيجة لهذه المعونة منذ
أن قال السادات مقولته المشهورة أن 99% من أوراق اللعبة في يد أمريكا واتجه غربا وألقى بمصر بمصالحها ووزنها في المنطقة في الحجر الأمريكي، واتجهت مصر إلى مزيد من النفوذ والهيمنة الأمريكية عليها. طبعا قضى على كتير من مجالها الحيوي ونفوذها، ولن نتدخل في قضية التمويل الأجنبي. هم كانوا يتمنون أن يتدخلوا في قضية التمويل الأجنبي، لكن وجدوا أن هناك موقف مصري مختلف هذه المرة، غير مستجيب للضغوط، بل على العكس، فتراجعوا حفاظا برضو على المصالح الأمريكية. طبعا يا فندم، أكيد في مصر. طبعا من جريدة المصري يوم، خبر مهم جدا، استقالة الغزالي، طبعا دكتور أسامة الغزالي حرب، والأستاذة سكينة فؤاد من الاستشاري احتجاجا على تشويه الثورة. هو الحقيقة أنا مش عارف اللي قبلوا عدوية المجلس الاستشاري لماذا قبلوا من الأساس؟ قبلوا من الأساس متهيألي يعني عشان هذا المجلس ولد ميتا. هذا المجلس كانت فكرته محطوطة من شهر فبراير لكي يشارك أو يشاور المجلس العسكري في شؤون الحكم، أسس متأخر جدا، كانت المسائل انتهت، ومعروف أن هو مجلس ليس له أي صلاحيات وليس له أي نفوذ. للأسف أن هناك كثير من السياسيين الذي أحبهم وأحترمهم وأقدرهم دخلوا في هذا المجلس وانسحبوا منه تلو الآخر. بس أنا عايز أقول أنا أقدر في الدكتور أسامة أنه يتراجع ويعلن موقفه بصراحة. الأستاذة سكينة فؤاد طبعا الأستاذة سكينة فؤاد ده موضوع تاني. أسامة الغزالي حرب كان أحد المطبعين مع الكيان الصهيوني، ثم أعلن أنه توقف عن التطبيع. كان عضوا في لجنة السياسات وامتلك من الشجاعة أن يقول ويختلف ويخرج من لجنة السياسات، وأعتقد هذه المرة قراره أيضا به قدر كبير من الشجاعة. أستاذة سكينة فؤاد طبعا أحد القيادات المهمة الجميلة الأصيلة النبيلة في الحركة الوطنية المصرية، بس استقالتهم جت متأخرة شوية. طيب احنا سريعا عشان وقتنا خلص، بس عايزة معلش الأهرام الصفحة الأولى، الأهرام تحصل على معلومات تكشف تجسس إسرائيل على تليفونات كبار المسؤولين بمصر. في وهم دايما كده كان بيحكم الحكومات المتعاقبة انه احنا في حالة سلام مع إسرائيل. احنا في حالة عدم حرب مع إسرائيل. يعني احنا ما بنحاربش بالسلاح، لكن الحروب موجودة بشكلها الثقافي والاقتصادي وإلى آخره. ففكرة انه إسرائيل تكشف او الأهرام تكشف دي مسألة هم طول الوقت بتجسسوا على مصر، وطول الوقت احنا بنمسك جواسيس لهم هنا. طبعا مفيش جديد. استاذ طارق السعيد صحفي ومدير تحرير جريده الكرامه، بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا. انا كنت بتمنى ان احنا نكمل بقيه الاخبار، بس وقتنا انتهى، وواضح ان سباق الرئاسه هيكون. انا بس قبل ما نقفل، التوقعات بفلاد مبارك والعدل من المشتق. هو مبارك القانون، عشان في لغط قانوني حوالين المساله دي، ان هو لا يوجد حكم اعدام بعد سن ال 85. ده صحيح، ده اللي بيتقال. ولا يوجد تنفيذ لحكم الاعدام بعد سن 85. لكن ممكن يخرج الحكم باعدامه ثم يوقف التنفيذ لانه عدى سن ال 85 سنه، وفي 2 يونيو القادم هيكون مبارك عدى سن ال 85، فمبارك هيفلت حتى اذا حكم عليه بالاعدام. اما العدل دي مساله مش مضمونه. ماشي يا فندم، اشكر حضرتك، اشكرك جدا، وتعالوا ننتقل لفاصل ونكمل معاكم باقي فقرات نهارك سعيد.